بسم الله الرحمن الرحيم. خلال كل أسبوع راح يبدي ينطلق مشروع من مشاريع الحزمة خلال الفترة القادمة، كلها في مرحلة الإحالة والإعلان، قسم منها بعد ما مغلقة. احنا خلال الأسبوع الماضي فتحنا 4 مشاريع جديدة. شكرا لحضور سيادتك. بعد الاستماع إلى كلمة جنابك والحوار مع الشباب، راح ننطلق إلى المباشرة بالمشاريع، مشروعين عبر الدائرة التلفزيونية ومشروع هنا سيحضر. شكرا سيادة الرئيس. شكرا جزيلا مع الوزير على الجهود المبذولة في الإسراع بإجراءات مباشرة بهذه الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات في بغداد. نحن وعدنا أبناء الشعب بأن هذه الحكومة حكومة خدمات، وأعطينا لهذه الأولوية أهمية كبيرة، وبالفعل بدأنا على كافة الأصعدة، منها هذه الحزمة حدود 19 مشروع في العاصمة بغداد. اليوم على بركة الله نبدأ بهذه المشاريع الثلاثة بالمباشرة، وهذا أمر جيد. نفس الوقت هي فرصة أن نلتقي أبنائنا وبناتنا المهندسين الشباب الخريجين الذين تخرجوا لم يحصلوا على فرصة عمل. الفهم الدارج في العراق أن الخريج يذهب إلى القطاع الحكومي للوظيفة. واجب الدولة بشكل عام أن توفر فرصة عمل سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. ومثل ما تعرفون حضراتكم، القطاع الحكومي ضخم بشكل كبير جدا بحيث لا يستطيع تلبية كافة مخرجات التعليم العالي. علينا أن نبحث عن بدائل، وعلينا أن نساعد أبنائنا كيف ينخرطوا في العمل في القطاع الخاص. عندنا أكثر من عمل في هذا الجانب. على جانب التشريعات، احنا بصدد التصويت على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي اللي يساوي امتيازات اللي يعمل بالقطاع الخاص مع القطاع الحكومي في كل الامتيازات، وهذا بتقديري هو الحل النهائي لعملية التوظيف أو التركيز على الوظيفة الحكومية. نعم، قد يكون في الوظيفة الحكومية نوع من الاستقرار، لكن هي بالتأكيد لن تكون فرصة لأن يبني نفس الشاب بشكل سريع في ظل الراتب الحكومي البسيط. بالمقابل، البلد مقبل على ثورة إعمار، ثورة مشاريع، وهذه المشاريع يعني هي ميدان المهندس، هو هذا مكانه، هو هذا اللي درستوا عليه وتعبتوا. كونوا على ثقة، العملية مو صعبة أبدا. كثير من الأخوة في القطاع الخاص ما يمتلكون أي شهادة، وتمكنه من بناء مركز مالي ويعادل الوظيفة مال 40 سنة خدمة. فإحنا ماشيين بعدة اتجاهات، أطلقنا برنامج ريادة، واليوم هذا المشروع اللي تبناه الأخ الوزير وإحنا راح نتبناه بالدعم بكل نريد نبدأ بقصص نجاح صغيرة. اليوم 10 مهندسين نساعدهم يأسسون شركة، احنا نتكفل، احنا نراجع، احنا نقول للدائرة تسجيل الشركات، احنا نسهل لكم العمل. العمال عندنا، المشاريع عندنا، وبصلاحيات الوزير وبصلاحياتنا نعطيكم هذا المشروع، مشروع تنفيذ مباشر مو اقل من قيمة 1 مليار دينار. من تحسبها 1 مليار دينار، نسبة الأرباح فيه 20%، يعني 200 مليون. 10 مهندسين، كل واحد 20 مليون، يمكن المشروع ما يطول 6 أشهر، هواي. وهكذا احنا عندنا حجم هائل من الأعمال، عند أمانة بغداد، عند وزارة الإسكان والبلديات، وهكذا في باقي المحافظات. قول أولى أبنائنا وبناتنا يأسسون هذه الشركة ويبدأ يعمل. موجودة العمالة الوسطية، والمهندس يأخذ الكشف، يأخذ تصاميم، يقرأها، ينفذها، مو أعمال معقدة.
خصوصا لما نتكلم عن قضية تنفيذ مباشر وغيرها وهكذا. شيئا فشيئا أنت يمكن خلال سنتين ثلاثة تشوف نفسك أنت تقدر تأسس لك شركة خاصة بوحدك وتدخل أعمال وتدخل مشاريع. يمكن احنا تحدثنا على عجالة لكن مو صعبة ولا مستحيلة. ومثل ما قلت احنا بحكومة بكل ثقلها داخلين على هذا المشروع ودعمين وراح نخليكم يعني انتم بس عليكم تشتغلون وان شاء الله الاخوة ما يقصرون معاكم. السلام عليكم دولة رئيس الوزراء وكل الحاضرين. اشكرك بداية دولة رئيس الوزراء على استضافتنا، هذه خطوة تعطي الأمل لباقي المهندسين. نحن محط أنظار الآن لبقية المهندسين دولة رئيس الوزراء. سيدي رئيس الوزراء، تعلمنا منذ الصغر أن نسلك طريقين، الأول هو حب الوطن، الثاني أن نسلك طريق العلم لأجل الوطن. سلكنا طريق العلم، دامت 16 سنة دراسية بمثابرة واجتهاد، تمكننا من دخول أعرق جامعات العراق، جامعة بغداد، ودخلنا في تخصص كلية الهندسة يعتبر من أعلى تخصصات العراق. جاهدنا وثابرنا وتميزنا في جامعاتنا وكلفنا بمهمات رسمية كممثلين عن هذه الجامعات، وحصلنا كتب شكر من السادة العمداء والسادة رؤساء الأقسام نتيجة لمثابرتنا دولة رئيس الوزراء. بكل صراحة نشكر هذه الخطوة، خطوة هي لإعادة الثقة بين الطلبة الخريجين. دولة رئيس الوزراء نواجه تحديات كبيرة في القطاع الخاص، نواجه تحديات من الشركات العاملة في العراق والشركات العراقية. بكل صراحة أقولها دولة رئيس الوزراء أن خطوتك هذه في دعم المهندسين المتخرجين حديثا هي تعطينا أمل من جديد للنهوض. يؤسفني أن أقولها بكل صراحة، في الأعوام السابقة المهندسين، بعض المهندسين كنت على احتكاك معهم لأني كنت ممثلا، مثلنا كلية الهندسة وقسم الهندسة المدنية وبعض الأقسام العلمية، أنهم بدأوا أن يتركون ويغادرون مجال كلية الهندسة، وهذه نقطة يأس بكل صراحة أقولها للمهندسين. لا يوجد طريق يرشدنا إلى الطريق الصحيح، وأن أغلب الشركات التي تعمل في العراق تطلب من المهندسين مقابل تشغيلهم خبرات كبيرة، ونحن طلبة خريجين، أين الطريق؟ دولة رئيس الوزراء نلتمس منكم أن تدعمونا لنعيد بناء العراق من جديد، وأن نكون محط ثقة لدولة العراق. دولة رئيس الوزراء، إن جميع البلدان في العالم تتقدم بقياداتها الشبابية والطاقات الشبابية، وليس دول العالم أن تكون أفضل من العراق، لا، العراق قادر على أن يدعم مهندسيه والطاقات الشبابية. نريد أن نستثمر وجودكم في حكومة العراق، وكذلك أن تستثمر وجودنا كطاقات شبابية. نحن تميزنا ليس فقط في تخصص الهندسة، نحن تميزنا في جامعاتنا في النتاجات العلمية والمؤتمرات، وكنا محط أنظار. دولة رئيس الوزراء، أترجاك أن تدعم هذه الطبقة من المهندسين وأن لا تتركنا حائرين في العراق. دولة رئيس الوزراء، نحن نؤمن بمنطقة دولة، نحتاج دعمكم، نحتاج أن تكونوا معنا دائما وأبدا لنسير بالاتجاه الصحيح. نعم، دولة رئيس الوزراء الآن أصبح جميع المهندسين وأغلبيتهم يفضلون القطاع الحكومي لأن الرواتب والمبالغ المالية التي تقدم للمهندسين المتخرجين حديثا هي فقط لسد العيش لا لتطويرهم. نحن دخلنا كلية الهندسة لنتميز ولنتطور ولنتقدم، دولة رئيس الوزراء، فلهذا أصبح تفضيل الحكومة الوظيفة الحكومية عفوا. أتمنى أن يأتي زمان علينا جميعا أن يكون الوظيفة مخيرة للجميع، لكن المهندسين لا يفضلون الوظيفة ويختارون القطاع الخاص. أمنيتي هذه في الأيام القادمة،
من دولة رئيس الوزراء أطلب من حضرتك الموقرة إنشاء غرفة لدعم الخريجين تكون بترأسها من قبلكم مباشرة، وأن تكون من ممثلين باقي الكليات، لأننا نحتاج دعم رئيس الوزراء، نحتاجه جدا في هذه الأيام والأيام القادمة. هذه أول بادرة يتقرب منها رئيس دولة العراق رئيس الوزراء من طلبته وخريجيه. ولا أريد أن أطيل كثيرا، نحن متأملين بك أن تدعمنا وأن ننهض. ومرة أخرى أترجاك نيابة عن الحاضرين والغائبين من المهندسين أن تقف معنا، نحن أبناء العراق، كرسنا خدمتنا في خدمة العلم والمعرفة، نحن أبناء العلم والمعرفة. دولة رئيس الوزراء، ولا أريد أن أطيل أخيرا، أتمنى أن لا يكون هذا آخر لقاء بيننا، وأن نلتقي مجددا، احترامي وتقديري دولة الرئيس. أنا أكو من المهندسين الشباب يطلبون شهادة خبرة بالتعيين أي يعني هم نقدر من خلال الوزارات من خلال الأمانة. هو سر خبرة منين جابها؟ هو تخرج منه، يريد يروح للشركة قال أريد شهادة خبرة. ممكن ندخلهم شلون التدريب أو كذا والوزارة تعطيهم. راح يكون يصير تواصل بينك وبين الدكتور حسين في مكتبي اللي هو مسؤول عن برنامج ريادة، وننفتح لباقي المهندسين والخريجين إن شاء الله. شكرا دولة الرئيس. الآن على يسار الشاشة وهذا تقاطع العبور في الفضيلية مهندس حازم موجود هناك، إذا جنابك تسمح لنا يتحدث دقيقة عن المشروع وبعدين تعطي الإذن للمباشرة. تفضل حازم. المهندس حازم مجيد حسن، وزارة الإعمار والإسكان، دائرة الطرق والجسور، المهندس المقيم لمشروع مجسر تقاطع العبور، والذي يعد من العقد المرورية الرئيسية في دمشق الغرب بغداد، ويربط مناطق البلديات شمالا والغدير جنوبا والفضيلية شرقا، وتمر من خلاله هذا التقاطع العديد من الفعاليات الحكومية والمكاتب التجارية والخدمات الطبية والمناطق السكنية، ويشهد اكتظاظا مروريا كبيرا، وتصل كثافة المرور في أوقات الذروة إلى 6700 مركبة في الدقيقة في الساعة عفوا. يتكون المشروع من مجسرين، الأول ينقل الحركة من منطقة البلديات باتجاه الفضيلية، والمجسر الثاني ينقل الحركة من منطقة المشتل باتجاه البلديات. مدة إنجاز العمل هي 10 أشهر، وسيقلل الازدحام المروري عند افتتاح المشروع لتبلغ مدة انتظار المركبة أقل من 6 ثواني خلال 10 سنوات عند إنجاز المشروع. نستأذنكم دولة الرئيس للمباشرة بالعمل. على بركة الله توكل. الرحمن الرحيم. يلا انتقلوا شباب للقناة شارع الجهات.
السلام عليكم قابل. مهندس قابل. يلا تفضل مهندس قابل تحدث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المهندس قابل فزاع عبود وزارة الأعمار والإسكان دائرة الطرق والجسور المهندس المقيم لمشروع مجسر لربط منطقة الجميلة باتجاه شارع الجهاد باب المعظم. إن المشروع يربط باتجاه شرق القناة بمنطقة جميلة حي 14 تموز واتجاه غربا بمدينة المستنصرية. يساهم هذا المشروع بالعديد من الفعاليات المهمة مثل جامعة الرافدين والجامعة المستنصرية والمعاهد والكليات والأسواق والمناطق السكنية الواقعة على جهتي القناة، كما سيؤمن بعد عند إنجازه على عبور 2600 مركبة بالساعة على ضفتي القناة لكل اتجاه، مما يساعد بشكل على تخفيف الزخم المروري في تلك المناطق. نستأذنكم دولة رئيس الوزراء المباشرة بأعمال المشروع. على بركة الله توكل.